أشكرك، يعطيك العافيه على تواجدك معنا. النادي الاهلي الفترات الاخيره قاعد يمر بنتائج غير موفقه، اليوم بغرم بيلعب مع نادي الاتحاد اللي مليء بالنجوم الكبار، كيف تشوف استعدادات الاهلي في رغم هذه الظروف؟ ان شاء الله باذن الله تعالى النادي الاهلي دي مش اول مره يشارك في كاس العالم للانديه، الحمد لله النادي الاهلي شارك تسع مره، النادي الاهلي توج 3 مرات بالبرونزيه، وان شاء الله يعني احنا جايين نعمل ماتش كويس. فريق الاتحاد فريق كبير، الناس السعوديين احتفلوا بينا احتفال محترم، حفاوة كبيرة، حاسين احنا ببلدنا التاني، مش حاسين احنا بنلعب في غربة اطلاقا. وان شاء الله باذن الله تعالى مع جمهورنا العظيم اللي هيبقى مليء الملعب ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نحقق حاجة علشان يعني تحقق طموح الاهلاوية اللي هم ما بيردوش غير بانك انت دايما تبقى نمرة واحد. سمعنا ان في كثير من جمهور الاهلي المتواجد هنا واللي في مصر جايين، ايش توقعاتك من جمهور الاهلي في هذه المباراه التحديد؟ جمهور الاهلي هو السند، جمهور الاهلي هو الدرع وهو السيف وهو صاحب الفضل وصاحب بعد ربنا سبحانه وتعالى على اسامي كلنا سواء لعيبه او اداريين. جمهور النادي الاهلي هو ملك النادي الاهلي، النادي الاهلي هو ملك لجمهوره وهم اللي صنعوا اسم النادي الاهلي، فهم يستحقوا كل تحيه ودايما جمهوره ده حماه وده احسن جمهور في الكون. يعطيك العافيه وموفقين. شكرا.